عقوبة من أخذ جنيها حرام. واحد خد جنيه من غير حقه، إيه عقوبته؟ أولا هذا الجنيه سيدخل على باقي ماله فيضيعه، وكل ماله هيضيعه على المستشفيات والأواضي ويضيع كل فلوسه. ليه؟ ربنا قال على المال الحرام في الربا، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال إيه؟ فإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المال من أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه لم يبارك الله له فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أي حاجة تخش في البيع تخليه حرام، البيع بمال ليس له بركة وبيضيع الفلوس كلها، كل فلوسك ملهاش بركة. طيب تيجي تدعي ربنا عشان ربنا يرفع عنك هذا البطش وهذا الأمراض وهذه المصايب السوداء اللي جابها الجن الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أخبر مسافر لا يستجاب له. طب ليه يا رسول الله ده المسافر يستجاب له والأشعث والأخبر مضطر يستجاب له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام ومشربه حرام، اللي ياكل ويشرب حرام لا يستجاب للدعاء. يفتح المصحف ما يشعرش باي ايمان. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طب ينزل القبر يبدا يتحاسب، فلو واخد جني من البوسطه جني ربا يقعد في بحر دم، والمال الحرام نار عليه في قبره. يروح يوم القيامة لو زكاة يبطح لها وجميع الحيوانات تعدي من عليه ويقوى بها جبهته وجنبه وظهره. لو أي مال حرام بيتعاقب في القبر وبيتعاقب في يوم القيامة. طب نخش بقى في الحساب. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. النبي قال لهم لا، المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصيام وصدقة ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرحت علي من سيئاتهم علي ثم طرح في النار. هيقف الناس يقولوا هات العشر جنيه بتاعتنا، معهوش ياخدوا من حسناته، من خلصت ياخدوا من سيئاته ويطرحوا عليه. وفي النار ما يدخلش الجنة غير ما يخلص الفلوس اللي عليه، ما يدخلش الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، واللي كان مال يتيم يأكلون في بطونهم نار. المال الحرام خراب في الدنيا، مفيش دعاء، فساد القلب، القلب بيفسد وبيرام عليه. في القبر نار، في الآخرة عذاب، في الحساب ضياع حسنات، وفي الآخرة نار. إياكم المال الحرام. قولوا قولي هذا وأستغفر لي ولكم.